بيقول من المؤسف أن يديننا أولئك الذين وصلوا للسلطة بالانقلاب. الله يخرب بيتك، بيكلم هو احنا بنقول لك يا حرامي أراضي يا حرامي بترول، تقول لي أصل أنت نظام انقلابي، احنا في مصر نظام انقلابي، احنا في مصر، احنا في مصر اللي كان عندنا ثورة هي الأعظم والأرقى والأضخم في تاريخ الثورات على ظهر الكرة الأرضية في 30/6. الحشود البشرية اللي كانت موجودة في مصر اللي العالم اتكلم انه أضخم تجمع بشري في التاريخ جاي تقول عليه انقلاب؟ انت سافل ورئيسك سافل. وانا بديكوا فقط دقيقة اسمعوا، هو دي صوت مين؟ صوت هادر للناس اللي مش انقلاب، ده اعتدال، صححوا مسيرة وطن ومسيرة أمة. انتوا مش فاهمين، انتوا اللي عندكم انقلابات. تعالوا شوفوا الشعب المصري وزئيره وصيحاته وفرحه وانتشاؤه لما الرئيس السيسي قال يسقط وتسقط الإخوان وحكم المرشد ويتعطل العمل بهذا الدستور. ده ردي على أردوغان وردي على المتحدث الخارجية بتاعه وردي أيضا على خلوصي أكار موجود في ليبيا دلوقتي. بقول لكم أنتم كلاب ولغة الخطاب معاكم لابد أن تتناسب مع كم العهر السياسي اللي أنتم فيه. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. هذا ردي على كلب أردوغان الوفي خلوصي أكار الموجود في ليبيا والذي انطلق إلى مالطا للآن حالا، تحرك من ليبيا إلى مالطا ليجري معهم مباحثات، وأعتقد أن مالطا انحازت بشكل أو بآخر في هذه المنظومة. أهو دلوقتي حالا أهو أكار يلتقي وزير داخلية مالطا في فاليتا، تأتي زيارة وزير الدفاع التركي برفقة رئيس هيئة أركان العامة بيشرعوا إلى أن مالطا بعد زيارة لليبيا. وأفاد مراسل أناضول أن أكار ووزير داخلية مالطا اجتمع ثنائيا أعقبه اجتماع على مستوى الوفود. في لعب بيحصل وانتوا عارفين، احنا قبرص اليونان إيطاليا فرنسا، لكن هناك عبث تركي في المنطقة. وأنا بقول تاني أهو مالطا تكشف عن تفاصيل مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق لإبطاء تدفق المهاجرين، دي من شهر. في حاجة في دور مالطا، في حاجة في رائحة كريهة بتخرج من مالطا. هذه الرائحة أو أينما ذهب أردوغان تجد رائحة كريهة دائما مسمومة، ريح مسمومة موسمية بتخرج من تركيا قبالة المنطقة العربية.